الزائر الليلي يدلي باعترافات عن النخل الذي لم ينكسر في الريح، مذ هبت عليها غيمة سوداء، مست دهشة الأحلام عند السحر، وابتضت بها أرض الفراتين التي مذ مسها الطاغوت ما اغتسلت وما خلعت ثياب الحزن. لم تدفن وصايا صوتها المكسور يوم الجسر، لم تسأل عن المن أو السلوى. خواتي بأخواني ما كانوا يجيشون شنو صار فينا ثلاث أربع سنين، كان أكو أتذكر أنا أول وحدة يمكن من خواتي خشت مدرسة أصلية، يعني لأن هم كانوا يجيبون ملة يسمونها درسوا القرآن الكوشي وغطاء خفيف على الوجه بسته حتى بعد ما زوجت. طبعا هو يضايق، ما اقول ايش ما يضايق، بس ما اشوفه خلص حورنا بس لبيتها ايش تسوي الخافر اصلي. شاعر اسمه بسيمة الكتب الحجارة، وترفعيه والثقيه واطرحيه الحجارة والنهار والسعر لما كان يكون صفحة مستعمل قبول قبلة مصر فرع الهاجة مرسوس كبار Thank you.
لما كان يبقى من فرع الآداب ما يصير وافقة، ولأني كنت مسلمة الأولى.